بعد ما خلصنا الـ development of the four chambers of the four expansions of the heart tube وشفنا مصير كل واحدة فيهم، لا يتبقى لنا إلا إن احنا نتكلم على الـ cardiac anomalies اللي ممكن تحصل أثناء الـ development of هذه الـ four chambers، هذه الـ four circulations، هذه الـ four expansions. ايه اللي انوماليز الكارديك ابنورماليتيز او الانوماليز اللي ممكن تحصل اثناء الديفلوبمنت؟ هنقسمها الى خمس انواع. النوع الاول هي انوماليز ممكن تصيب الانتر اتريال سيبتم. النوع الثاني انوماليز تصيب الاتريو فنتريكولار كانال اللي كانت فاصله البريميتيف اتريوم عن البريميتيف فنتريكل. النوع الثالث هي انوماليز تحدث في الانتر فنتريكولار سيبتم. اما النوع الرابع فهي انوماليز ممكن تصيب البالباس كورديس والاورتيكو بالمونري سيبتم اللي كان بيكون الاورتا اند بالمونري ترانك. والنوع الخامس والاخير يصيب الهارت ككل، تبقى انوماليز في البوزيشن اوف ذا هارت. تعالوا نتكلم عن النوع الاول اللي ممكن ياثر على الانتر اتريال سيبتم. دي كان بياخد اربع اشكال. الشكل الاول من هذه الانوماليز ان تحصل بريماتور كلوجر اوف ذا فورامين اوفال، او يكون بيتنت فورامين اوفال، او بيتنت او اوستيوم سكندم ديفكت، او فيلير اوف فورميشن اوف ذا انتر اتريال سيبتم. تعالوا نشوف الاربع انواع من الانوماليز ديت اللي ممكن تاثر على الانتر اتريال سيبتم، نشوف اسبابها ونشوف مظاهرها واثارها على الهارت، ونبتدي بالنوع الاول اللي هو البريماتور كلوجر اوف ذا فورامين اوفال. نتذكر مع بعضنا الفورامين اوفال كان اتكون ازاي، كان ظهر الى الوجود ازاي. هذا هو السبتم بريمم، الجزء الاول في الانتر اتريال سبتم اللي هنا في اللي كان الجروس بتاعه كان في اتجاه كودال دايركشن في ناحيه الاتريو فنتريكولار كوشن. طريقا هنا السبتم الفورامين بريمم او الاوستيوم بريمم، ثم نزل لتحت السبتم بريمم وقفل هذا الفورامين، ساب لي مكانه فورامين اخر اسمه سبتم، اسمه فورامين سيكندم او اوستيوم سيكندم. علشان نعالج الاوستيوم سيكندم كان لابد من ظهور سبتم اخر هو السبتم سيكندم. السبتم سيكندم بينزل يغطي على الاوستيوم سيكندم، بس الفورميشن بتاعه او الديفلوبمنت كان انكمبليت، كان بيقف لحد هنا ويسيب لي مكانه فتحه، الفتحه ديت هي الفورامين اوفال. طب لو ما سابش الفتحه ديت، لو ما سابش الفتحه هيحصل كلوجر، الفتحه دي هتتقفل ويؤدي الى الديفكت المعروف باسم البريماتور كلوجر اوف ذا فورامين اوفال. اذا البريماتور كلوجر اوف ذا فورامين اوفال سببها ايه؟ سببها اكسسيف ديسنت او اكسسيف ديفلوبمنت اوف ذا سبتم سيكندم، فبالتالي هيقفل هذا مين؟ يقفل هذا الفورم. طب الفورامين ده كان له دور؟ ايوه كان له دور. كاثناء الفيتال سيركوليشن كان الدم بيجي من الرايت اتريوم اوفال ويروح للليفت اتريوم بهذا الشكل. طيب ما ده لو اتسد دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ لو اتسد هيضطر كل من الرايت اتريوم والرايت فنتريكل ان يضغطهم بقوه عشان يفتحهم، فنتيجه الضغط هيحصل لهم هايبرتروفي، فالنتيجه هيحصل هايبرتروفي، تضخم في جدار كل من الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. طب الدم اللي وصل للليفت اتريوم والليفت فنتريكل هيقل، فيحصل لهم اندر ديفلوبمنت، اندر ديفلوبمنت اوف ذا ليفت اتريوم and left ventricle، وبالذات لمين؟ وبالذات لليفت فنتريكل. هذه الحالة حالة قاتلة وتؤدي إلى death after birth. دي كانت الحالة الأولى أو الأنومالي الأولى اللي كان اسمها premature closure of the foramen ovale. الحالة الثانية اللي اسمها patent foramen ovale، يفضل الفورامن أوفال مفتوح. نورمالي الفورامن أوفال بيقفل بعد البيرس، بيقفل الفورامين اوفال نتيجه التحام السبتم سيكندم مع السبتم بريمم. طب لو ما لحموش مع بعض هيفضل الفورامين اوفال مفتوح، ونقدر ندخل بروب من الفورامين اوفال هتوصل لي الرايت اتريوم بالليفت اتريوم، بيسموها بروب بيتنت فورامين اوفال. طيب الحاله دي موجوده في نسبتها كتيره مش عاليه، في 25% من الاطفال اللي بيسموها ثقب القلب، ده اجتماعيا كده كعرف عند الناس. الانومالي اللي بعد كده اللي اسمها اوستيوم سكندم ديفكت، ديفكت في الاوستيوم سكندم. طب تعالوا نشوف الاوستيوم سكندم دي.
الاوستيوم سيكندم اللي ظهرت نتيجه الكودال جروس اوف ذا سيبتم بريمم تظهر ليه؟ تظهر نتيجه سبب من الاتي، اما ان السيبتم بريمم نزل كتير، حصل له روزوبوشن كتير، فالفتحه بقت وسعت قوي، او السيبتم سيكندم اللي نزل يغطي عليها ما قدرش يغطي عليها، يبقى سببها improper formation of the septum secundum او excessive resorption of the septum primum. هتكون نتيجتها ايه؟ ان السبتم او الاوستيوم سيكندم هتفضل مفتوحة، فيظل الكوميونيكيشن بين الرايت اتريوم والريفت اتريوم موجود بعد الولادة، وده يعمل برضو بيسموه ثقب القلب. ثقب القلب المصطلح الاجتماعي المعروف ليس حالة واحدة فقط، انما هي جميع الحالات اللي بيحصل فيها كوميونيكيشن بين الديفرنت هارت تشيمبرز بيسموه ثقب القلب، لكن تطلق على البيتنت فورامينوفال، تطلق على الاوستيوم سيكندم ديفكت، تطلق على الحالات اللي هنشوفها دلوقتي. الحالة الرابعة والاخيرة ان الانتر اتريال سيبتم اللي هو هيفصل التو الكومن اتريوم الى تو اتريا هيفشل في الظهور. لما يفشل في الظهور هتكون نتيجته ان الوان او السنجل او الكومن اتريوم هتظل موجوده ولا يظهر تو اتريا، يبقى فيلير اوف سبتيشن، فيلير اوف فورميشن اوف ذا انتر اتريال سيبتم هيؤدي الى ان تو اتريا يصبحوا كومن اتريوم، وبالتالي الهارت كله هيبقى بدل ما في اربعه تشيمبرز هيبقى في ثلاثه تشيمبرز، اثنين فنتريكلز واحده اتريوم. طيب النوع الثاني من الانوماليز هي انوماليز هتؤثر على الاتريو فينتريكولر كانال، الكانال الفاصلة بين الاتريوم والفنتريكل، هتاخد شكل من الثلاث اشكال دي، اما بيرزيستنت اتريو فينتريكولر كانال، او اوستيوم بريمم ديفكت، او ترايكاسبيد اتريزيا. تعالوا نناقشها واحد واحد. بيرزيستنت اتريو فينتريكولر كانال، علشان اشرحها لازم اراجع اولا على الاتريو فينتريكولر كانال واثناء الفورميشن اوف ذا انتر اتريال سيبتم. احنا فاكرين هنا كان ده كان المنظر ده خدناه، اللي هو ده كان الكومن اتريو فينتريكولر كانال الفاصله بين الكومن اتريوم اللي في اتجاه عيني والكومن فينتريكل اللي كانت تحت الصوره تحت الرسمه دي. بظهور التو اندوكارديال كاشنز الدورسال والفنترال، انا كان عندي اربعه، يعني كان في السب اندوكارديال كاشن كان في اثنين، واحد دورسال واحد فنترال، والاثنين اللي هم اللاترال الليفت والرايت. اللي دورسال والفنترال اندوكارديال كاشنز الجروس بتاعهم اكروس ذا ميدل لاين، ثم اقترابهم من بعضهم ثم التحامهم مع بعضهم كان يؤدي الى السيبريشن اوف ذا اتريو فينتريكولار كانال الى تو هافز، وبالتالي المساهمة في تكوين الانتر اتريال سيبتم. طيب اذا التو كاشنز دول الدورسال والفنترال فشلوا في الالتحام مع بعض، يبقى فيلير اوف فيوجن بتوين ذا دورسال اند فنترال اندوكارديال كاشن هيؤدي الى الكوميونيكيشن بتوين ذا اتريوم and the ventricles atrium and the ventricle على ناحيتين اتنين، اللي بيسموها persistent او بقاء او استمرارية وجود الاتريو فينتريكولار كانال. الحالة ديت ما بتجيش لوحدها، بتكون مصاحبة مع حالات تانية. بتكون مصاحبة بايه؟ بتكون مصاحبة بانتر اتريال سيبتال ديفكت وانتر فينتريكولار سيبتال ديفكت، زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا. ادي هنا عندي ادي الاي في كانال، وبتكون معاها الفنتريكولار سيبتال ديفكت من تحت، ومعاها الاتريال سيبتال ديفكت من فوق. ادي ايه؟ ادي النوع الاول من الانوماليز اللي بتصيب الاتريو فنتريكولار كانال اللي هو البرزيستنت اي في او اتريو فنتريكولار كانال. النوع الثاني اللي هو الاوستيوم بريمم ديفكت. مفروض الاوستيوم بريمم ديفكت ديت دي كان تبع الانتر اتريال سيبتم، امال ليه حطيناها هنا؟ دلوقتي لما هنقول ان البارشيال او الانكمبليت فيوجن بين الدورسال والفنترال اندوكارديال كاشن
هيؤدي الى ان السبتم بريمم اللي كان بينزل علشان يقابلهم مش هيلاقي حاجة يقابلها، مش عارف ينزل ليه، لان الاثنين ما كونوليش الاي في كاشن الاتروفنتريكولار كاشن، فالسبتم بريمم ما هينزل يقابل مش هيلاقي حاجة يقابلها، يقف مكانه، لما يقف مكانه هيترك الاوستيام بريمم مفتوح، فيظل هذا الديفورمتي او الانومالي في صوره بيرزيستنت او اوستيام بريمم ديفكت. نتيجه ايه؟ نتيجه البارشيال او الانكمبليت فيوجن بتوين ذا دورسال اند فنترال اي في كاشن مكونا اللي هو السبتم انترميديم يعني، فبالتالي يفشل السبتم بريمم في النزول ولا يلتقي معهم، فبالتالي يظل الاوستيام بريمم مفتوحه. ده كان النوع الثاني من الاي في او الاتريوفنتريكولار كانال ديفكت. النوع الثالث اللي هو الترايكاسبيد اتريزيا. كلمه اتريزيا يعني اوبليتريشن، يعني انسداد الترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد فالف هيتكون من 3 كاسبس، لو حصل فيوجن بين الثلاثه كاسبس وما فتحوش فيغلق الترايكاسبيد فالف تماما. لما الترايكاسبيد فالف يغلق تماما ايه اللي هيحصل؟ الدم مش هيتوصل بين الرايت اتريوم وبين الرايت فنتركل. هذه الحاله بتكون مصاحبه بالاحداث الاتيه. بتكون مصاحبه بايه؟ بيكون الفورامين اوفال مفتوح مع بيتنت فورامين اوفال، والانترفنتريكولار سبتم بيكون ايضا مفتوح، الممبرين سبارت ما يكونش فيكون انترفنتريكولار سبتال ديفكت. هنجد كمان الوول اوف ذا ليفت فنتركل بيكون هايبرتروفايد هايبرتروفايد، والوول اوف ذا رايت فنتركل بيكون اندر ديفلوبد، يعني الناحيه الشمال بتكون هايبرتروفايد والناحيه اليمين بتكون under developed. طيب الانومالي الثالثه اللي هي الانترفنتريكولار سيبتال ديفكت. احنا عارفين الانترفنتريكولار سيبتم البيج بارت او البيج كودال بارت بتاعه كان ماسكولار، والسمول كارينال بارت بتاعه كان ممبرينس. فنجد الانوماليز اللي بتاثر اما انها تصيب الممبرينس بارت يسموه ممبرينس سيبتال ديفكت، او تصيب الماسكولار بارت زي دي كده، او تصيب الماسكولار بارت يسموها ماسكولار فنتريكولار سيبتال ديفكت، او تصيب كله وما يتكونش الانتر فنتريكولار سيبتم، يبقى نون فورميشن اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتم ويصبح التو فنتريكلز تشامبر واحده. الانوميلي اللي بعد كده اللي بتاثر او تصيب الاورتيكو بالمونري سيبتم والبالباس كورديز هتكون حاجه من ثلاثه، اما رباعي فالوت اللي هو الفالوتس تترالوجي، او بيرزيستنت ترانكاس ارتريوزس، او ترانسبوزيشن اوف ذا بيج فيزلز. تعالوا نشوفهم واحده واحده. الفالوتس تترالوجي رباعي وباعي فالوت، واحده من الانوماليز اللي هتظهر اثناء الديفلوبمنت اوف ذا هارت، بس هتاخد الاورتيكو بالمونري سيبتم والبالباس كورتيز. ازاي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. الاورتيكو بالمونري سيبتم اللي تسبب ظهوره بانقسام الترانكس ارتريوزس الى اورطة في الخلف والبالمونري ترانك في الامام، هذا السيبتم مخلوق بمقاس بمقدار بحساب، هيفصل بينهم وينقسم يقسم الترانكس ارتريوزس لجزئين اتنين، انتيريور بارت تصبح البالمونري ترانك وبوستيريور بارت تصبح الاورطة. طيب لو السبتم ده اتزحزح شويه لقدام، لما يتزحزح لقدام يعني يحصل له انتيريور ديسبيسمنت اوف ذا اورتيكو بالمونري سيجمنت سبتم، لما يتزحزح للامام سيصبح التشامبر الاماميه او التيوب الاماميه اللي هي البالمونري ترانك صغيره، فيبقى يحصل ان ايكوال ديفيجن اوف ذا كونس كورديز، فبالتالي يصبح البالمونري ترانك صغير ويصبح الاورطة واسع وكبير. طب البالمونري ترانك لو بقى صغير هيحصل له ستينوزيس. ستينوزيس يعني يضيق، يعني لما يضيق الرايت فنتريكل
اللي هيضخ فيه الدم هيضخ الدم في انبوب ضيق، فيضطر الرايت فنتركل يتضخم. اذا من مظاهر الفالوسيتولوجي حاجه هتظهر على الاورطه وتابعه الرايت فنتركل، البلمونري وتابعه الرايت فنتركل. اللي هيظهر على البلمونري هو البلمونري ستينوزس، ضيق البلمونري، واللي هيظهر على الرايت فنتركل هيضخ الدم في البلمونري، اللي هيظهر عليه هايبرتروفي لانه بيضخ الدم في ماسوره ضيقه. طب بالعكس الاورطه هيبقى واسع، فالاورطه هيبقى وايد، الليفت فنتركل مش هيكفيه، فهيركب على الليفت فنتركل وهيركب على الرايت فنتركل، بس هيركب على السبتم اللي فاصل بينهم يسموه اوفر رايدنج اوف ذا اورطا. اوفر رايدنج اوف اسندنج اورطا يعني الاورطا يبقى راكب على الانتر فنتريكولار سبتم علشان يفتح جزء منه في الليفت فنتركل ويفتح جزء بالرايت في الرايت فنتركل. طب ليه راكب؟ لانه وسع. طب هو وسع ليه؟ وسع لان السبتم اللي اسمه اورتو كابلابلري سبتم اتزحزح للامام، فصغر البلمونري ترانك وكبر الايه؟ وكبر الاورطة. اذا علشان الاسنج اورطة يركب على الاثنين لازم الانتر فنتريكولار سبتم يبقى فيه ديفكت، لازم يبقى مفتوح، فيظهر الفيتشر الرابعه اللي هي الفنتريكولار سبتال ديفكت. اذا عندي اربعه مانيفستيشنز، اربعه فيتشرز، اربعه ساينز هي من علامات الفالوسيتولوجي. كل اثنين مرتبطين ببعض، البلمونري ستينوزس معاه رايت فنتريكولار هايبرتروفي، الاوفر رايدنج اوف اورطا معاها فنتريكولار سبتال ديفكت. ده الانومالي الاولى في الاورتيكو بالبودري سبتم والبالباس كورديس. الانومالي الثانيه اللي هي بيرزيستنت ترانكاس ارتريوزس. بيرزيستنت ترانكاس ارتريوزس يعني ايه؟ يعني فيلير اوف فورميشن اوف ذا اورتو بالمونري سبتم. الاورتيكو بالمونري سبتم ما يتكونش من الاساس، فلما ما يتكونش من الاساس اللي يحصل يعني مش هيتكون لا اورطه ولا بالمونري ترانك. يعني ايه؟ يعني الاثنين يبقوا يصبحهم تيوب واحده. لما يصبحهم تيوب واحده يبقى لازم يكون الانتر فنتريكولار سبتم في ديفكت علشان بقى الاثنين بيفتحوا مع بعض في الرايت فنتركل ويفتحوا في الليفت فنتركل. طيب الانومالي الثالثه اللي هي ترانسبوزيشن اوف ذا بيج فيزلز اللي هم البلمونري ترانك والاورطه. الترانسبوزيشن ده يحصل ليه؟ احنا فاكرين الاورتيكو بالمونري سبتم اللي حصل له كودا الجروس مش سبايرال كورس، لما مشي سبايرال كورس راح جاي عدل وضع البلمونري ترانك. البلمونري ترانك قاعد ورا الاورط بعد كده على الليفت سايد، لكن كونه يمشي سبايرال هيشيل البلمونري ترانك ويحدفه قدام مين؟ قدام الاورطه. طب لو الاورطه بالمونري سيجمنت ما مشيش لسبايرال كورس، وقف لحد هنا، هيظل البلمونري ترانك قاعد على الليفت سايد والاورطه قاعده على الرايت سايد، يعني الدنيا تتعكس. ليه؟ نتيجة الـ abnormal أو الـ abnormal course of growth of the aortico pulmonary segment، فيحصل transposition البلمونري ترانك والأورطة وضعهم مش هيبقى مظبوط. يعني إيه؟ يعني الأورطة هيبقى قاعد على الرايت سايد، يعني راكب على الرايت فنتركل، والبلمونري ترانك قاعد على الليفت سايد، يعني راكب على الليفت فنتركل. اخيرا وصلنا الى abnormal position of the heart. الهارت زي ما احنا عارفين كان اثناء يعني بعد ما تكون بيبقى الابيكس بتاعته واخده الدايركشن تو ذا ليفت سايد، معروف السيرفس اناتومي بتاعها. ممكن الهارت يغير وضعه، يغير وضعه حاجه اسمها ديكستروكارديا. ديكستروكارديا يعني تشينج ان ذا بوزيشن اوف ذا هارت. الهارت ياخد ميرور ايمج، بدل ما الابيكس كان متجه للليفت سايد هتتجه للرايت سايد. طب ده ممكن البلاد فيزلز هي كمان تتغير معاه، وممكن الانتستين تتغير مع وضع الانتستين. ازاي ده؟ بدل ما تبقى يمين هتبقى شمال. الديكستروكارديا لوحدها يبقى نورمال تشينج في البوزيشن اوف ذا هارت لوحده، لو حصل معاه خد معاه الفيسرا الانتستين بيسموه ديكستروكارديا وذ سايتس انفيرسس توتاليس، ده نورمال تشينج في البوزيشن اوف ذا هارت. طيب ممكن الاسترنم اوف ذا هارت ما يتكونش، فالهارت يبقى مكشوف. الهارت اللي يبقى مكشوف للسيرفس حاله بيسموها اكتوبيا كورديس، نتيجه ديفكت في الفورميشن او في الديفلوبمنت اوف ايه؟ اوف ذا استرنم الونج ذا ميدل لاين. كده نبقى خلصنا
احنا كده الانوماليز اوف ذا هارت، يتبقى الديفلوبمنت اوف ذا بلاد فيزلز.